على بركة الله مشاهدي الكرام ننطلق ونبحر مع الشوط الأول للإبكار للإخوان السودانيين. نتمنى التوفيق لجميع الإخوان المنطلقين في مسار هذا الشوط، ونبدأ مع ملاك إبراهيم عمر السوداني، بينما النقلة مع المركز الثاني، النقلة مع ثاني الأسماء. شوف القدوم، شوف الوصول مع ثاني الأسماء من الفور أمسي الفور الحساس السوداني، وثالث الأسماء ثالث الشعارات الطير المختار عمر السوداني، ورابع الأسماء رابع الشعارات النشمية لعمر صديق أبو خلال السوداني، وخامس الأسماء. شوف الوصول، الوصول والقدوم مع خامس الاسماء، وصلت اسرى للصديق خالد حسن السوداني، ولكن عود مع امسيه 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 في البدايه الفور الحسن السوداني. الله يا امسيه تنطلق بالصداره، تنطلق في موقع الناموس، تندفع في المركز الاول امسيه 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 الفور الحسان السوداني. سلام الحسان، سلام سلام السودان، سلام أمسية أمسية تغادر تغادر إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس للفور الحساني السوداني. تهانينا والناموس المركز الثاني الشاني لبكر صديق السوداني، وثالث الأسماء أسرار للصديق خالد السوداني. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء، والتوقيت 2:07. تهانينا والناموس.